حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم راح نحكي بها عن الفساد العراقي الفساد الحكومي اللي يصير بالعراق، وايضا المسؤولين لما يطلعون بالتلفزيون ليش يقولون الوضع بالعراق بخير بينما العراق يعيش كارثة. تابعونا بعد الفاصل. الحرية لم تتحقق بسهولة وبساطة، هذه الحرية التي تعيشونها. قوم اتحرك، قوم لان عجب بركت. هذه الحرية التي تتابعون أكبر مسؤول في الدولة، رئيس جمهورية ورئيس وزراء وغيره، وتحاسبوا على راتبه، كم يستلم من الراتب، ونقلل هذا الراتب ونضيف هذا الجانب. أنا شخصيا مطشر السامرائي وعارض إلغاء رواتب التقاعد مال البرلمان. تعرف ليش؟ لأن أنا إذا ألغوا الراتب التقاعد مالي ومرتي وجهالي داحوا مثل ما هس الشعب العراقي البائس. هذه فرصة تاريخية للعراقيين جميعا أن يعطوا من إبداعهم في بناء هذه الدولة. أمامكم فرصة عظيمة، لا دولة مثلكم في المنطقة، لا دولة مثلكم أيها العراقيين. في المنطقة لا دولة مثلكم أيها العراقيون. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام بحلقة صوتكم. أي شخص يحب يتصل بنا ويبدي رأيه بموضوعنا اليوم، أرقام البرنامج أسفل الشاشة ظهرت حاليا، يقدر يتصل على أي رقم من هاي الأرقام الثلاثة. أيضا عندنا رقم مخصص لبرنامج الواتساب لأي شخص ما يقدر يتصل أو ما يقدر يحكي، يدزلنا رسالة، وأتمنى أن تكون رسالة مطبوعة باسمه ومكانه حتى نقدر نقراها للسادة المشاهدين. قضية اليوم هي يعني لما يطلع همام حمودي ويقول لا دولة مثلكم، إضافة إلى ذلك أنه كثير من المسؤولين لما يقعد باستوديو في إحدى القنوات الفضائية يقعد يبين العراق مرفه ويطلع العراق أنه جنة من جنان الله على الأرض. إبراهيم الجعفري يطلع يقول انتهاكات حقوق الإنسان بالعراق صفر، بينما النساء تغتصب بالسجون، مخفيين قسرا بالملايين، أطفال يقطعون ويدفنون، ناس يعتقلون على أيدي ميليشيات أو على أيدي قوات أمنية ما يرجعون، تعذيب بالسجون، إعدامات بمحاكمات صورية، القضاء بفساد، الدولة بها فساد، ويطلع يقول انتهاكات حقوق الإنسان ماكو، الحكومة ملائكية. نوري المالكي يطلع بلقاء تلفزيوني ويقول احنا جبنا الحضارة للعراق وأفضل من حكم العراق وإحنا اللي سوينا وإحنا اللي بنينا، بينما نصف العراق مدمر، مدارس ماكو، رجعت المدارس الطينية متواجدة في بعض المناطق العراقية، مدرسة بها شفتين وثلاث شفتات كل صف فيه 50 و60 طالب، تعليم صفر، خارج يعني مواصفات التعليم وجودة التعليم في العالم، بالفساد هو متقدم، أمية، بطالة، بلاوي. ويطلع نور المالكي ويقول احنا افضل ما حكمنا العراق بالفتره او على مر التاريخ، بينما يطلع لنا حميد معلى يقول انتم تحكون على توافه والشباب راكبين سيارات حديثه وبيديهم تليفونات حديثه واكو مولات واكو اسواق وشلون مسرح شعره يعني انا اردفتهم من يطلع ويحكي حميد معلى ولا همام حمودي ولا نور المالكي ولا إبراهيم الجعفري ولا كائن من يكون ويمدح بالوضع الحالي. زين ما شاف هو المدن المدمرة، ما شاف البطالة، ما شاف الفساد، الأزبال، الميليشيات، السلاح الغير منضبط، السلاح المنفلت، الكساد، انعدام الخدمات، الصناعة صفر، الزراعة صفر، الإنتاج صفر، الاستثمار بفساد مستشري، رشاوى بكل مؤسسات الدولة، بيع مناصب عليا وغير عليا، قتل، خطف، إخفاء قسري، بلاوي.
وتحكي لي انت بحوافز الك ومواكب انت عايش بيها وقصور انت مترفه بيها وسيارات انت اللي مترفه بيها ايضا، بيوت مشتري في كل دول العالم، ايفادات ما حد غيرك دا ياخذها، مولات يعني اغلب المولات هي تابعه الى مسؤولين والقنوات الفضائيه والمؤسسات وغيرها وغيرها وغيرها، لبس الحلو والشعر المرتب، يعني لحقت المواطن العراقي على لبسه؟ يعني لازم يصير المواطن العراقي مخربط بلبسه حتى تقول هو مو زين؟ طبعه يكون انيق هالشعب هذا، طبعه مرتب، بس انت شو مقدم له؟ مقدم له مي، مقدم له كهرباء، مقدم له تعيين، مقدم له تعليم بجوده عاليه، مقدم له مدارس يفتخر بيها، مقدم له امن، مقدم له امان، مقدم له شوارع نظيفه ومرتبه، مقدم له مدن مرفهه مليئه بالخدمات. انت اعطيت الموصل 90% مدمره، والانبار وصلاح الدين ودياله وكركوك وعفوا محافظه التاميم وجرف الصخر، ذني الدمره دمرتهن انت. انا دا اقصد يعني المسؤول ايضا الجنوب ان كان مبني وبيوته مبنيه، لكن انت دمرت الجنوب بالخدمات، لا مي لا كهرباء لا نفط لا رواتب لا توظيف لا كل شيء ماكو. فاحنا هذا اللي نريد نسأل عليه، ليش المسؤول من يطلع يبين العراق مرفه بينما واقع الحال العراقي يعيش بكارثه؟ جمال من تونس حياك الله. جمال انقطع الاتصال ويا الاخ جمال من تونس. فهمام حمودي من يطلع يقول انه انت تحاسب المسؤول ايش قد ياخذ راتب ومن اي جهه ياخذ هذا الراتب، يعني هل هو هذا من الدولة العراقية؟ هل هو من المسؤول انه المواطن يسأله؟ زين الدول المتقدمة ما بها سؤال وجواب؟ زين من دا يسألون انه الراتب اللي دا ياخذ البرلماني او الوزير او المسؤول احد اجا وقال لك الثروة اللي انت بنيتها بعد ما وصلت الى المنصب امنيا او فعلوا مبدأ من اين لك هذا، او سألك المواطن انت منين جبت كل اللي تملكه؟ فاحنا هاي الاسئله نريد نسالها، ليش المسؤول دائما يطلع ويقول انه احنا ما عندنا شيء بينما العراق مبلي بمصايب كثيره؟ ام ازهار من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. حييك وحيا هاي القناه العظيمه وعامليها. حياك الله. بالنسبه احنا ما نقول هذول مسؤولين. نعم. هذول نقول الناس اللي اجوا من الدبابات الإيرانية. نعم. ومشبعين بالكراهية ومشبعين بالحقد والاستغلال، واجوا وحافين لافين، اجوا شافوا فلوس وخزينة ودنيا فقاموا يلبسون وياكلون على حساب العراقيين. من يطلعون بالقنوات ما يقولون احنا مقصرين، بالعكس هم يقولون احنا عمرنا واحنا اعطينا، وحمودي يطلع يقول اكو احسن من هالحريه اللي انطيناكم اياها، وليش تحاسبون المسؤول ايش قد راتبه وايش قد تقاعده؟ اقول له الحمودي هسه واحد من يريد هم يلفظ حكايات هم مو حلوه، يو يسكت ويقعد ببيته وهاي العمامه المليانه حقد كراهيه مالتهم، خلينا نزعون هالعمايم اللي جواهم حشايا كلها حشيشه وكلها سكر وادبسيزيه وكل شيء من هذول اهل العمايم. ها فهم ما يطلعون يقولون احنا انطينا سوينا، يقولون سوينا خير للعراق. مثل ما هاليوم طلع الصدر قاعد بحضن بالنص بين الايراني وبين رايح هناك يعزي تعازي، بري منهم الحسين بري منهم اولياء الله، هذول اصلا اولياء الله كانوا ينادون للفقير، كانوا يطلعون يشوفون الفقراء المحتاجين يعطون يوكل يشربون ما يقتلون، هذول اهل العمايم يقتلون ويذبحون وهاي باسم الدين باسم الدين، قتلونا باسم الدين، يعني ما يستحون ما يخجلون يطلعون بالتلفزيون يقولون احنا سوينا وعمرنا وانطينا.
ما عندهم خجل. هي يقول لك الحياه نقطه هنا وانزاحت. هذول اجوا في سبيل مصلحتهم الشخصيه وفي سبيل انه يطرشون بيوت جيوبهم وفي سبيل في بالخارج يخلوا لهم بيوت ويخلوا لهم يعني يقول يعرفون نفسهم هم راح يتكسحون يروحون فيعرفون انه عندهم هناك اموال العراق كلها يصدروها الى الخارج. نص العراق كله قاعد يتصدر لكن من اللي يحكي؟ من اللي فك حلقه؟ يعني هل انا اسال بس سؤال محيرني هاي 16 سنه محيرني هذا السؤال. اقول هذا الشعب لمتى يظل ما يفتهم؟ لمتى يظل ما يسال؟ لمتى ما يتحرر؟ لمتى ما يقول هاي اموالنا مو اموال هذول الايرانيين ولا الامريكان ولا الاسرائيل، هاي بلدنا. ليش ما يحكون؟ ليش ما حتى هي كل انسان من يريد يحكي وعنده فد مبدا قوي بذاكرته لازم يظهر، لازم يطلع حتى اذا تضحيات اكو، حتى اذا كل اذا هو صدق يحب بلده، لكن خابوا العراقيين بال ما ادري شو اقول، كلهم تخمروهم بهالمخدرات اللي ياخذوها وهالكذب اللي يكذبون عليهم، وخاصه هسه اكو انتخابات قاموا يقدموا لهم راح نعطيكم بيوت وراح نسوي لكم كذا وكذا، والناس اللي قاعده بالطين وكل شيء ما عندها والناس جواعه. وانا يعني ما نعرف عشو يحكي وشو يقول، والله العظيم صار عندنا جرح كبير كبير، جرحنا كبير صار. اريد شلون اللملمه ما نعرف شلون اللملمه. اريد ناس تلملمنا يا الناس اللي وين راحوا الناس اللي يحبون بلدهم؟ وين راحوا الناس اللي عندهم شرف وغيره؟ وين راحوا؟ وانا اشكرك. شكرا شكرا لك ام ازهار. ام ازهار ذكرت يعني تقاعد البرلمان، وانا اسال عادل عبد المهدي، لجنة الفساد العليا، البرلمان، أسأل أي شخص عمل بالعملية السياسية من 2003 لليوم، تقاعد البرلمان قانوني؟ يعني في قانون التقاعد العراقي المدة الأصغرية 4 سنوات لو 20 و15 سنة، 4 سنوات يشتغل بالبرلمان يأخذ راتب تقاعدي مخيف كذا ألف دولار، هذا الشيء قانوني لو لا؟ هل يعلم هؤلاء، يعرفون هم، أنا أقصد البرلمانيين والسياسيين، أنه في زمن الملكية في العراق بدايات الدولة العراقية الحديثة في 20ات القرن الماضي بعد نجاح عروس الثورات ثورة 20، يعرفون أنه كان قانون داخلي بالبرلمان العراقي يمنع البرلماني من التقاعد؟ يعرفون أنه يمنع البرلماني من فتح مشروع أثناء تأديته وظيفته داخل البرلمان العراقي؟ يعرفون أنه كان أكو قانون بالبرلمان أي مواطن يدخل إلى البرلمان كنائب في البرلمان العراقي يجب أن يقدم كشف عن ما يملكه من أملاك وسيارات ورصيد ومن هاي الأمور، بحيث يكون البرلمان أو الدولة تعرف هذا البرلماني شنو عنده، لما يطلع من البرلمان يقارنون زاد ثروته عفوا اثناء تاديه الواجب لو لا. يعرفون الافادات كانت على 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 عدد الاصابع تنعد لكل برلماني، واثناء احدى الافادات لاول رئيس وزراء بالعراق سئل الملك فيصل عن 6 دنانير اشترى بها الامير غازي قاط الى عبد الرحمن النقيب رئيس وزراء العراق في تلك الفترة. زين هم هسه من صدروا هذا القانون قانوني لو لا؟ أتمنى يعني يكون شخص من القانونيين مواطن يفهم بالقانون يطلع ويشرح لنا هاي القصة اللي هي رواتب التقاعدية، لأنها دا تحمل الميزانية العراقية كثير من الأموال. أبو علاء من كربلاء حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. سيدنا العزيز اشوف غسيل الاموال اللي يصير. نعم. بالنسبه للمتقاعدين القدامى اللي احنا طلعنا بالتسعينات. نعم. راتبنا تعبانه.
نعم. فاحنا على مصارف الرشيد. مصارف الرشيد لعبتنا لعبه ما صايره. قالوا يابا انتم ما عندكم سلاف اذا ما تجيبون كفيل. لان انا منين اجيب الكفيل وكل العالم متكفله. اخر شيء حولونا على اليمن. حولونا على الصيرفات. السيرفات من اضطرينا لان عندنا مرضى. المريض وين توديه؟ ما عندك فلوس، تضطر ان تاخذ لك سلفه من السيرفات. السيرفات حجبه والثلاثه ب 86,000. نعم. 86,000 هذا غسيل عمال بالاتفاق. شلون حولوه على المصارف وعلى الراتب قطعوه؟ يقطعون ما عندنا كل شهرين 600,000. نعم. والله يا استاذ يعني احنا تعبنا من هاي الشغله. وما جاءت لما نراجع يما نشتكي ما ندري ويعني وضعنا تعب يعني احنا ناس كبار. انا عمري 68 سنه طولت يعني العمر يا رب. نروح. اخر شيء حطيت عربانه بالسوق يا رجال قامت تعاربك البلديه تعاربك يعني حتى انتهينا نفسيا تعبنا. والله كنا نتمنى الموت حق هاي الناس اللي قامت تطلع وتنتحر. فجدنا من يوم 16 سنة اليوم بلا بيبنا الخير ولا البركة. تعبنا نفسينا يا أخي العزيز. ما أعرف أما نشتكي ولا مشتكي لله أن يأخذ حقنا منه. إحنا ما بينا هيل مرضى كنا يعني خدمنا البلد 35 و6 شهور يطف بعد 20 تراجع يقول لك إيه أنت حاربت إيران. زين وين ولي إحنا؟ نعم والله يا استاذ يعني تعبنا يعني وعدنا شكاوى هواي ترى بعد ما اقدر انا حيلتي تحت تعبانه يعني انا طالع ب 92 تقاعد يعني تروح تراجع علما تراجع ما تدري ماكو مو دوله مؤسسات احنا دوله مكافين. ونشكركم استاذ رحم الله والديك. شكرا 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 لك ابو علاء من محافظه كربلاء ومن الديوانية عندي مهدي. حياك الله أخ مهدي. السلام عليكم. شلونك أستاذ؟ عليك السلام والرحمة والإكرام. بخير الحمد لله. تفضل. شلونك؟ من محافظة الديوانية قضاء الشامية. والنعم منك ومن أهالي الديوانية وقضاء الشامية. رحم الله والديك. عظم الله أجركم إن شاء الله. وأجرك يا رب. أنا عندي أخوي مفقود ب 84. نعم. ب 84 مفقود ب إيران. نعم. نعم 84 لحد الان. زين وصلتنا صور من عده صور قبل 20 يوم. نزلنا صور. رحت انا لحقوق الانسان قال ماكو هيك شيء. احنا نقلهم يعطونا الاسماء يقول ما يعطونا الاسماء يقول موجودين اكو اسره صحيح في ايران. بس ما يعطونا الاسماء. حقوق الانسان. نعم. قلت له انا شوف لحلقي وين اروح؟ قال والله ما ادري حكومتنا تعبانة. لو عندنا حكومة يقول شا طالبت بيهم. نعم. الحكومة ما عندنا احنا. زين هذا بإيران أستاذ بإيران تريد يشرب دمهم خليهم مثلا خليهم بإيران. شو هذول أستاذ إيران أستاذ خير من الله عندنا بالعراق أستاذ. احنا ما نعرف أستاذ نطرد إيران أستاذ من العراق. زين حاطم من 84 لحد الآن أستاذ حاطم بسجن سليمان على حدود روسيا. استاذ واحنا ظلينا على الله عليكم. نعم اي والله استاذ ما كان سوينا حل لهاي. نعم نعم انا قبل 10 ايام هم اتصلت بيكم. نعم لكم هاي السالفه هسه بعدين ما اعرف احنا ظلينا حيرين وين في السالفه مثلا. نعم حكومه ما عندنا بالاوراق. أخ مهدي تعرف يعني أنت أولا إحنا قناة تلفزيونية مو جهة حكومية، لكن كل اللي نقدر نسويه إحنا أولا صوتك وصل. الأخ مهدي يقول أنه عنده أخ أسير في إيران من عام 1984 وصلت أو صور حديثة من أيام تبين أنه أخوه موجود في إيران ورايح إلى وزارة حقوق الإنسان رافضين يستقبلوه ويقولوا له أنه أكو أسرى عراقيين في إيران لكن ما عندنا أسماء لهم.
ومدى يعرف وين يروح. فيعني هو وجه رسالة يتمنى من المسؤولين، يتمنى من وزارة حقوق الإنسان، لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، رئاسة الوزراء، يعني أنه يفتحون خط للتواصل مع المواطنين اللي عنده أسير في إيران ما زال موجود، يقدر يسأل عنه، يعرف أخباره. هذا هو طلب الأخ مهدي حتى يقدر يوصل. إن شاء الله يا أخ مهدي وصل صوتك ووصلت رسالتك، وأتمنى أنه يجيبوك على هذا الأمر الأخوة المسؤولين في ما يسمى بالحكومة العراقية. أبو علي من واسط. أبو علي، السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام. تحية إليك، تحية لأبناء شعبنا مشاهدين قناة العراق. حياك الله أخويا. تحية إلى العراق وإلى أبناء الشعب اللي الله سبحانه وتعالى يعني ابتلاهم بهذه السلطة اللي هي مو حكومة، احنا متفقين أنها مو حكومة، هي سلطة يعني سوري على الكلمة هذه، بين قوسين هي شلة اجتمعت، جاءوا على ظهر الدبابة الأمريكية وعلى ظهر اللوري الإيراني وتولوا الحكم في العراق. نعم. ناس يعني ما عندهم أي خلفية عن الحكم، ناس مو سياسيين، ما يعرفون يديرون يعني دائرة، مو يديرون دولة، وهم يعني معروفين يعني شنو كانوا شغلهم، اللي كان حملة دار، واللي كان يبيع محابس وسبح. نعم. واللي كان يقول عن سنة بالحوزة، يعني حتى ما صار مدير مدرسة، مدير المدرسة يحتاج أنه يرتب أن يعرف المنهج، يعرف الحصص، يعرف الأساتذة، يعرف الحصص الشاغرة، هذا كمدير المدرسة. بس هنا الدولة ماكو أي شيء. الآن الكويت تريد من صفحة، الكويت تريد والله تبني بكيفها. طبعا هي الكويت طبعا ما جت بنت بكيفها أو تشتغل بكيفها. ميناء مبارك ليش ما ينبني بزمن صدام حسين؟ لو كان صدام حسين صار كان يقول أنت تريد أنطيني، يطلب الشعب صدام حسين من سمح بالزوار الإيرانيين يجيون، سمح أنه السيارات تكون عراقية، السواق عراقيين. نعم. يبدو أن الاتصال إلى الأخ أبو علي من واسطة انقطع. شكرا جزيلا لك أبو علي من محافظة كربلاء. أبو نزار حياك الله. أبو نزار انقطع الاتصال إلى الأخ أبو نزار، أتمنى يعاود الاتصال بنا حتى نسمع رأيه بالموضوع، لأن احنا يهمنا رأي الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. أرجع وأعيد السؤال، أنه ليش المسؤولين لما يطلع بالبرلمان ينمق الواقع، يبين الحال أنه أفضل حال، يبين واقع الحال بالعراق هو واقع مزدهر ومليء بالسعادة والفرح، والشعب العراقي ما عنده مشاكل وعايش حياته مثل ما عايشين أقرانه في البلدان الأخرى، بينما واقع الحال بالعراق ببلاوي، بدمار، بجثث تحت الأنقاض، بأمراض، واقع الصحي مزري، الواقع الزراعي مزري، الواقع الصناعي مزري، الواقع التعليمي مزري، تعيينات برشاوة، بلاوي كثيرة تعرفوها أنتم أكثر من عندي. أيضا يعني ليش لما يطلع مسؤول وكثير من المسؤولين طلع وقال أكو فساد، وياه هو اللي يجي في حملة انتخابية يكون شعاره هو محاربة الفساد، وياه هو اللي يجي ويطلع إلى قائمة المعارضة يعني شعاره محاربة الفساد، بس الفساد ما تحارب من 2003 لليوم. ليش؟ أبو نزار رجعلنا، حياك الله أبو نزار. أبو نزار حبيب قلبي. حبيبي تفضل أخويا. عيني. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ الحمد لله. تفضل أخويا. أسد عيني. ألو أسد، شلونك عيني؟ حبيبي تفضل. شلونك اليوم موضوع مال الفساد. مو بس الفساد، أنا موضوع اليوم إنه ليش المسؤولين من يطلعون بالتلفزيونات يبينون الحال بالعراق إنه أفضل حالي، يعني العراقي عايش مرتاح بينما العراقي عايش بضيم. أقول لك حبيبي. نعم. أقول لك يعني أنت المسؤولين اللي قاعد يطلعون بالتلفزيون بيبينون أحسن حال بالعراق، هو ياهل عنده ضمير من عندهم ويحكي الحقيقة، ياهل عنده حظ وبخت، ناس هكيت الله وكيلك دايحة سايبة
كانت بالخارج اللي يبيع سباح واللي حمله دار واللي يقدي واللي يشحذ واللي ما يقدر يشتري سترة. شوف منين هو هذا ابن خير يقول اطلب اطلب الخير من بطون الشبع ثم جاعت، لا تطلب البطون من 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 جاعت ثم شبعت. منين هم ذولا؟ هم حاض بخاد دبان، منين هم حاض يا اسد يا حبيب قلبي؟ نعم يا حبيبي اسد. نعم ذولا هم حراميه ومخوش اوادم ويشردون يقولون ما حد يسمع لهم ولا واحد، وهم واحد لسه يقول على واحد حرام وفاسد. هم اللي جاي يطلعون بالتلفزيون يقولون احنا البقنا معمم ومعقل وافندي، احنا بقنا العراق واحنا سلبنا العراق، بعد هذا شو تخلي بيهم؟ يا مسؤول هذا منهم الصادق اللي بيحط، ماكو يا اخي والله ماكو. العراق طاح طاح ما طاح منه، وطاح بهاي الزمرة وهاي الشلة اللي هي عصابة. نعم شكرا 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 لك ابو نزار. يعني هو هذا سؤالنا العام عن العراق وعن حلقة اليوم. يعني الأسئلة كثيرة، ليش العراق بيد إيران؟ ليش إيران تدعم ميليشيات بالعراق؟ ليش قاسم سليماني مثل ما يقول الكثيرون هو أو يقول الكثير أنه هو اللي يتحكم بالأمور بالعراق، وعادل عبد المهدي عبارة عن شخص لا يحل لا يربط مثل ما يقول البعض؟ ليش البرلمان العراقي ما إلى دور؟ ليش السياسيين يطلعون بشعارات رنانة بس ما حد نفذ هاي الشعارات؟ سياسيين السنة وين؟ سياسيين المناطق الجنوبية وين؟ البصرة من انباقت عن طريق محافظها، سياسي البصرة وين؟ الفساد اللي دا يصير بالبصرة جوا وسياسيهم وين؟ السمك اللي مات بالأنهر العراقية وسياسيين المحافظات وين؟ المحاصيل الزراعية اللي احترقت السياسيين وين؟ ليش كل شيء يطلع العراق ويقول انه احنا وصلنا الى الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج؟ يعني طلع المسؤول العراقي وقال او الحكومة قالت انه احنا وصلنا الى الاكتفاء الذاتي من الطماطة، اجى الدود واكلها. وصلنا الى الاكتفاء الذاتي من الاسماك، ماتن الاسماك بشكل غريب ما حد يعرف شلون، واكو ناس تقول شفنا ناس تذب مواد كيميائية بالمي وتسممه. قال وصلنا الى الاكتفاء الذاتي بمادة الحنطة، احترقت الحنطة، واكو ناس طلعت وموجودة فيديوهات تقول اكو مكبرات موجودة بالمزارع عن طريق الشمس اشعلت الحرائق اللي صارت في المزارع العراقية. وكل شيء دا يعلن العراق انه دا يوصل الى الاكتفاء الذاتي دا تصير به مصيبة، يا يحترق يا يموت يا تاكله الدود. زين منو المستفيد؟ الحكومة؟ لا بالتأكيد أكو مستفيد أكبر. لما العراق الطماطة دا تنكل أكو دولة دا تصدر الطماطة لنا. المخدرات مالية البلد، ليش ما دا تكافح الحكومة؟ ما دا تقدر السيطر؟ ما دا تعرف مين تفوت؟ ما عدها قوات حدود تسيطر على هاي الأمور؟ لو لا بطالة بالعراق بكثرة، ليش ما تحلها الدولة؟ مشاريع انبنت بالعراق وطلعت وقالت احنا دا نبني مشاريع سكنية ودا نبني عمارات ودا نبني مدارس ودا نبني جسور ودا نصلح ودا نسوي ومجاري و و و ولا شي شاف المواطن العراقي. ويطلع المسؤول ويقول انتو افضل دولة بالعالم، لا دولة مثلكم مثل ما قال همام حمودي. ليش؟ هاي التساؤلات كلها دا نطرحها اليوم عليكم، اتمنى انه انتو تجيبوني. مصطفى من مصر، حياك الله اخ مصطفى. مستضافة، هلا بيك اخويا. مرحبا مستضافة حبيبي. انا بالنسبة حضرتك لنظام العصابات، نظام العصابات في العراق يا سيدي جاي للقتل وللدمار وللخراب، فما تنتظرش بقى تقول لي فساد وما فساد. هي العملية كلها فساد، العملية السياسية عاملة زي الشجرة فعمرها ما تطرح الا الفساد لانها فاسده ومجرمه، فانتظر على شجره الليمون تطرح تفاح. مستحيل اي حد هيجي من العمليه السياسيه الفاشله الجبانه لازم يجي فاسد وحرامي.
لو جاء عند شرف حيتم اغتياله زي ما حضراتكم شايفين على الملأ. فيا سيدي ما تنتظرش من هؤلاء القتلة ألا أن الشعب العراقي يطلع يصور عليهم، هو ده الحل الوحيد. عشائرنا في الجنوب وفي الشمال تنقي الأجواء وتطلع تحرر الوطن، لأن دول لا هيبنوا وطن ولا بتوع وطن، دول يا عمي شغالين مع صاحب الزمان، عايشين في وهم، في عنصرية، في فتة. فنطالب عشائرنا العربية الأصيلة وقبائلنا وعوائلنا وأهالينا، احنا ناس مدنيين، لا ولا عندنا سلطة ولا عايزين سلطة ولا عايزين فلوس، عايزين كرامتنا ونعيش في أوطاننا بكرامتنا، لأن هتستعمر أوطاننا وهنعيش عبيد. فالنهاردة أكون أو لا تكون، فأما نطالبهم حتى على الأقل بموقف، بموقف في صف الوطن، لا في صف طائفة ولا فئة ولا دين ولا مذهب، صور للوطن، صور للإنسانية. مش قادرين تصوروا والميليشيات مسيطرة عليكم، سيبوا لهم المدن، سيبوا لهم المدن واطلعوا في الصحراء جميعا، قولوا لهم احنا سيبنا لكم البلد، عيشوا فيها فساد واحنا قاعدين في الصحراء بعيد عنكم، لا تجونا ولا نجوم. حتى المجتمع الدولي يشوف، او حكامنا الكرام الافاضل الابطال يشوفوا. فيا عمي النهارده ما تنتظرش منهم غير القتل والدمار والخراب والتطهير العرقي العلني، تطهير عرق علني. ونطالب بصفتنا مواطنين عرب ننتمي لأوطاننا، نطالب بتدويل القضية حتى يكون في حل. كده يا عم مش هينفع، كده مش هينفع، خلاص ما عادش ينفع السكوت. النهارده بدل وصلي لحد التطهير العرقي علنا، فيا عم يجب تدويل القضية، نطالب العلماء والأساتذة بتدويل القضية، لأن كده خلاص ما عادش، لا احنا عارفين نعيش في وطننا. عم إذا ما نهضش العراق وبقى في عراق وطن عراق، فالأمة العربية كلها هتضيع قولا واحدا. فنسأل الله عز وجل أن يخلص الإنسانية والحجر والبشر والإنسان والحيوان والبر والبحر والجو من هؤلاء القتلة الخونة اللي ما عندهمش لا شرف ولا يعلقوا معنى الشرف ولا لهم وطن ولا يؤمنوا بأي دين ولا بأي مذاهب، دول على جبين الإنسانية. وأنا أشكر سيادتك جدا. نعم، شكرا 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 لك أخ مصطفى من بلاد الحرمين. أبو فيصل حياك الله. أبقاك الله، هلا بسعد، مساء الخير. مساء النور، تفضل أخوي. كيف حالك إسلام؟ الحمد لله، تفضل. تحية لجنابك وتحية اعتزاز وتقدير لك وللمشاهدين والمتصلين والغناء وكادر الغناء. حياك وبياك. بالنسبة لما الله يحفظك، بالنسبة ما يتعرض له العراق على يد هذه ليست دولة، هي عصابة مجرمة، هي حكومة إيرانية بالدرجة الأولى، فهي لا يعول الشعب على والحي والشيء الحي. هي علماء المسلمين رفض هذه ما يسمى بالعملية السياسية التي وصلت بالعراق لهذا المستوى من الانحطاط مع الأسف، وهي على يد هذه شرمة إيران. فلا حل مع الشعب العراقي إلا بثورة تقضي على الخونة والعملاء. دون هذه لا يمكن يعيد العراق كرامته، مع تقدير لدى الشعب العراقي بكل طوائفه. إذا لم ينهض العراق ويتكاتف لإسقاط هذا النظام على رأسه المرجعية المجوسية السستاني والصدر كلهم عملاء إيران الخونة، وتحية لك. شكرا شكرا لك أبو فيصل. أبو حارث من السعودية ويانا، كان من المفترض أن يدخل لكن انقطع الاتصال وياه، أشكره وأتمنى يعيد الاتصال حتى نسمع رأيه بالموضوع. لكن القضية اللي تأذي المواطن العراقي واللي تأرق أيضا، أنه كل مواطن يحكي ويطلع ويقول أنه هذا الشيء غلط، ويطلع ويقول أنه هذا الشيء ما أقبل به، ويطلع ويقول اللي دا يصير بالعراق هو غلط والفساد فساد، واللي حط النقاط على الحروف بما يحصل بالعراق، أو اللي يبين حقيقة الأمور بالعراق، ليش دائما تهم تجاهزه؟ ليش دائما يتهم أنه هو إرهابي أو 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 داعشي أو تكفيري أو من أزلام النظام السابق أو كثير من المسميات اللي أصبحت تهم، أو أربعة إرهاب اللي هي تهمة بالعراق كثيرة وأصبحت تسمى لدى كثير من أبناء الشعب العراقي خصوصا أبناء الطائفة السنية أربعة سنة. ليش هاي التهم جاهزة؟ ليش كل مواطن عراقي يكتب على موقع أو يغرد بتغريدة ينقتل، مثل ما صار بكربلة مع الكاتب العراقي؟ ليش كل مواطن عراقي يطلع بمظاهرة ينقتل، مثل ما صار بالبصرة ويا إحدى الناشطات العراقيات؟ ليش كل واحد يطلع ويحكي يعتقل، مثل ما صار ويا الصحفيين اللي طلعوا بمظاهرات واعتقلوا؟ هاي القضية يعني ليش ما تخلص بالعراق؟ هم مو يقولون،
هم وعلى رأسهم بوش والإدارة الأمريكية اللي جت محررة إلى العراق مثل ما دعت في عام 2003، مو يقولوا إحنا جبنا لكم الديمقراطية. زين، الديمقراطية مو معناها حرية التعبير عن الرأي والمشاركة وكثير من الأمور. خلي يروحون يتعلمون الديمقراطية من 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 دول الغرب. كثير من وزراء اللي ثبت عليهم الفساد أرموا، يعني رموهم شعبهم بسلات المهملات بحاويات النفايات. عندنا اتصال. ابو علي، ابو محمد من البصره، حياك الله. اهلا وسهلا. حياك الله اخوي، تفضل. والله انا اقول على هذا همام حمودي اللي يقول الشعب العراقي بخير ويدعي على اساس انه اسمه امورهم زينه وسيارات ولا لا لا دوله مثلكم، يعني ختمه بهاي الكلمه. ايه ختمها بهاي، لا ماكو دولة مثلكم وهاي. بس انا اسأل سؤال. نعم. هو لما قبل الشهر او اقل من يعني شهرين اجتبى الحدود، من وقع بالجلطة بالدماغ ماله، ها ليش ما راح عالج بمستشفيات العراق؟ ليش اخذوه الطيارة ودوه لندن؟ شنو نازل بزبين على راس الريشة احسن من غيره؟ من يكون هو؟ احنا الشعب العراقي قاعد نعاني معاناة، يعني ما صايرة يا اخي. احنا خاصة هنا بالبصرة، والله العظيم الشوارع والزبالة متروسة بالشوارع، يعني في الوضعية يرسى لها. يعني شنو هذا؟ قشمرونا ابتلينا بلوى يا جماعة، ما تخلصنا الا امريكا. امريكا اللي جابته ما يتخلصها من حدهم، واحد مبيع سبح، واحد ما ادري شنو كان، يعني في الوضعية ما ادري والله العظيم ما ادري شو الحال. يا ابو اخوي والسلام عليكم. عليكم السلام. شكرا لك ابو محمد. يعني ابو محمد، هي مو بس هاي، انه مو بس هم يسافرون لبرا حتى يتعالجون. يعني انت يا الحكومه العراقيه انت معتمده بس على النفط. زين، العراق ما بخيرات غير النفط؟ ما كانت بزراعه، ما كانت بتمور، ما كانت بشركه الجلود، ما كانت بالصناعه، ما كانت اكو مصانع مثل مصانع تعليب كربلاء، مثل مصانع الاسكندريه لصناعه السيارات، مثل كثير من الامور كانت موجوده. الصناعه كانت تشتغل، الزراعه كانت تشتغل، استثمار كان موجود. كان العراق يعني ما معتمد فقط على النفط، يعني اكو كثير من القضايا يقدر يعتمد عليها العراق حتى ينمي نفسه ويوقف على رجليه مره ثانيه. ليش ذني كلها مدى يهتمون بها الدوله العراقيه؟ ليش مدى تطون المواطن حقه؟ يعني انت تسأل انه همام حمودي وغيره يطلع يروح يعالج نفسه برا، ما يعالج نفسه بالمستشفيات العراقيه. يعني عوف همام حمودي، حميد معلّة طلع بإحدى القنوات التلفزيونية يقول عندكم مولات والشباب العراقي دا يسوق هاي الشارجرات وتسريحات شعره وتليفونه آخر موديل ولبسه أنيق. يعني أنت لاحق على هذا إني بفلوس اشتراهن الشارجر ولا التسريحة ولا هدومه بفلوسه، ما أنت اللي نطيت هي يا أستاذ حميد معلي. وهذا السؤال اللي ينطرح، أنت ليش لحقت المواطن على ذني وما قلت بس هو راكب تشارجر بس إحنا ما نعطي مي وما نعطي كهرباء وما نعطي مي وما نعطي وظيفة وما نعطي تعليم وما نعطي هواية أشياء. أم زمزم وياي، تفضل يا أختي. السلام عليكم أستاذ أفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام. استاذ أفل، أنا قبل ما يخلص الرصيد عندي شغلة مهمة، وهي النفط العراقي، النفط الإيراني يتصدر إلى الخارج كأنه نفط عراقي، وهذا يؤثر على النفط العراقي، لأن تدري إحنا عندنا خصة بالأوبك. نعم استاذ أفل، عندنا خصة معينة بالأوبك، فهم إيران تصدر وعلى أساس هذا النفط هو نفط إيراني بس تصدر على أساس نفط عراقي، فهذا راح يأثر على ميزانية الدولة. استاذ راح يأثر على ميزانية الدولة وعلى موارد الدولة. وشكرا. نعم. استاذ شكرا لك أم زمزم. بالنسبة إلى رسائل الواتساب، عندي أول رسالة من الأخت شروق علي تقول: أملنا بكم أن توصلوا مظلومية الناس الشرفاء في هذا البلد، ومن بيدهم الحل. تحياتي لقناة الرافدين صوت الحق.
رسالة من الإمارات تقول: عندما يخرج معمم مثل همام حمودي وغيره من السياسيين ويقول لا دولة في المنطقة مثلكم، فإنما يقصد لا دولة في المنطقة مثلكم بالفساد والسرقات وكثير الأزمات ووعود لم يتم إنجازها من 2003 وحتى اللحظة، فهذا معناه أنه لم يتم أي إنجاز بالخدمات كالتعليم والكهرباء والصحة وغير ذلك. كثير من الحكومات الفاسدة، لذلك وجبت الثورة على الأحزاب للخلاص من واقع الحال ولإيجاد الوطنيين لحكم العراق. رسالة أخرى تقول: لا يوجد مسؤول في العراق، نحن بلد محتل تحت رحمة المحتل، وضع العراق ممنهج بيد الاحتلال وأعوانه من العراقيين على شكل صفحات تنتهي صفحة ويبدي صفحة أخرى، تحققت كل أهداف المحتل وهي تفكيك نسيج العراق، وتحقق الطائفية وتحققت والقومية تحققت، وأهل مكة أدرى بشعبها. السلام عليكم أستاذ، ثق واعتقد الوضع تعبان بالعراق والمواطن العراقي حيل محبط، وهسه صار تشتغل شغلتين يا دوب تسد المصرف وناهيك عن الحالة النفسية تحت صفر وكل شيء فساد، وإحنا الشيعة الأغلبية الساعقة عرفنا أطماع إيران وكرهناها، بس أقول الله موجود وما يصح إلا صحيح، وسلامي إلى الجميع وللست والأم زكية العطار وصلج. عندي اتصال من محافظة البصرة، عبد الخالق، حياك الله يا عبد الخالق. عبد الخالق الناصر. الله يسلمك يا أخوي، تفضل. شلون أخويا؟ هلا بيك. أشكر قناة الرافدين. نعم. وعلى همام، على همام حمودي يقول على مود المواطن يريد يعالج برا هو المواطن. نعم. وهو بس هو عارف المواطن العراقي شنو؟ ما عارفيننا بكل شيء، لا بكهرباء ولا ماي ولا بكل شيء عارفيننا. أبسط شيء هاي التجاوزات، جاي يشلعون قلبنا بالتجاوزات، العالم شلعوا قلبهم العالم شلعوا قلبهم، يعني ما يصير. يعني أنت إذا ما عندك حكومة قوية، ما عندك، ما تقدر يا أخويا، ما تقدر. يعني وين راح نشتغل؟ وين راح نشتغل؟ ملينا بالقرآن، ملينا. نعم. لا مفرين شغل، لا مفرين، يعني أبسط شيء هاي الكهرباء، أبسط شيء هذا الماي. شايف البصرة أنت الماي، الماي الماي لعبان نفس، والله لعبان نفس. يعني مين ما تجيبها يعني شغل تعبان. هاي العالم ملت، العالم ملت، طقت روح العالم، وين تروح؟ نعم. عمان حمودي يقول المواطن العراقي خلي عالج بالعراق، هو العالج هو شنو؟ ظلوا دكتور، ظل يعني ضابط، ما قتلوا، ما خلوا شيء، ما أذونا، والله أذونا حكومة يعني أذتنا. نعم. انقطاع الاتصال يا الأخ عبد الخالق، شكرا جزيلا لك أخ عبد الخالق. أرجع إلى الواتساب. أخ أفل الشباب اللي ماتت البارحة بركضة طويريج، لو داخلين المنطقة الخضراء ومستشهدين بسبيل إعادة هيبة الوطن وحقوق الشعب وسحلوا العملاء والسراق بالشوارع ما كان أحسن، لأنه الحسين بالجنة رضي الله عنه ولكن العراق بالجحيم، مش وقت تصحون للحق يا شعب. قبل 2003 هل يستطيع مسؤول أن يسرق 5000 دينار أو مواطن؟ كان الكل يخاف وحتى الشعب كان يطبق القانون مجبر، لأن هناك دولة تهابها الدول والعراقي كان مرفوع الرأس. ليش الشعب صار قطيع بيد تجار الدين وعملاء سرقوا قوته وأذلوه؟ من عبد الخالق الناصر: أوف يا ربي ينتقم من كل ظلم، هاي الناس ما يفكرون بالعوائل الفقيرة، لا مأكل لا مشرب، الريد واحد شريف يحكم العراق من هاي الفاسدين. أشكر قناتكم الرائعة. من الأحواز: السلام عليكم أخوي العزيز، معي للأسف أكثرية المسؤولين حكومة العراقية تابعين للمرجعية، راجعين إلى إيران، الله يلعن كل واحد باع بلده. من الأحواز آخر شيء شخص دا يتهجم على القناة بالواتساب، هذا رأيك في القناة، لكن هي قناة تحب العراقيين وهمها وشغلها أنه تبين الحقيقة للمواطن العراقي ويرجع العراق موحد. عمرنا ما دعمنا جهة ضد جهة، كل اللي نقوله أنه ماكو طائفية بالعراق، هاي الطائفية هي وليدة اللحظة، وماكو شيء اسمه طائفة تحكم طائفة بالعراق. احنا عراقيين ان كنا سنة شيعة اكراد صابئة يزيديين مندائين، كثير شددنا على هاي النقطة. وايضا هيئة علماء المسلمين
عندها مبدأ يعني أنه لا للعملية السياسية ولا للاحتلال ولا للدستور، مو لأنه جاحدة، لكنه ثلاث عمليات ذني يجني مبنية على باطل، وهو الاحتلال. الاحتلال من إجا وجاب لك ذولا يا أخي العزيز، جاب لك إياهم لسرقة العراق، وهذا العراق اللي دا يصير اليوم. العراق مدمر، العراق مدمر. من يطلع همام حمودي ويقول انه احنا عندنا حوافز و و و و وانتم تسالون عليها، يا اخي انت باوع على المواطن ايش عنده؟ ما عنده قوت يعني قوت يومه. الرجال معتقلين او مغيبين او انقتلوا او حرتوا، يعني حارج صار بيهم، والنساء والاطفال بالمخيمات ينضربون رمانات ورشاشات ويخوفوهم ويرجعوهم قسريا، واللي عنده معتقل اهله يبتزون من قبل السجانين، واللي عنده معتقل يدفع بلاوي فلوس وتاليتها يعني اهله ما يعرفون ابنهم معتقل لو لا، يكذبون عليه وما يطوه معلومة عن ابنه، أو يروح المواطن العراقي يقول أنا عندي ابن راح اعتقل في إحدى السيطرات، موجود ابني يمكم؟ يقولوا لا والله ما موجود هذا الاسم عندنا، وما موجود بوزارة الداخلية. زين وين راح؟ ما حد يعرف. أنت هاي حير بيهن، حير برفع الأنقاض، حير برفع الأزبال، حير برفع الجثث من تحت الأنقاض في الموصل والمدن المدمرة، حير في بناء الدولة، حير في إعادة الخدمات إلى الدولة، حير إنه شلون تعطيهم كهرباء، شلون تعطيهم مي، شلون توفر لهم جودة تعليم عالية، شلون توفر لهم أمان. الأب من ولده يروحون إلى المدرسة ما يظل إيده على قلبه إنه ولدي راح يرجعون له ما راح يرجعون. هاي التساؤلات كلها المواطن العراقي دا يسألك عليها. المواطن العراقي ما سألك على راتبك، يعني أنت من تطلع وتقول إنه أنا أفضل دولة بالعالم. زين أفضل دولة بالعالم، سؤالنا إلك أخ همام، أفضل دولة بالفساد، أفضل دولة بالرشاوي، أفضل دولة بالقتل، أفضل دولة بالخطف، هذني كلها صارت بالعراق. حميد معلم من يطلع بالتلفزيون يقول أنه إحنا شبابنا عايشين. زين هم عايشين والنازحين، أنت قلت شبابنا بالمولات، زين والنازح همينة بالمولات، النازح بمخيم حتى ما يقدر يطلع، حتى ما يقدر يشتغل، حتى ما نعطيهم هويات ولدهم ما يقدرون يدخلون مدارس. زين من يطلع ابراهيم الجعفري ويقول انه احنا ما عندنا انتهاكات حقوق انسان، زين والتعذيب اللي موجود بالسجون والمواطنين اللي ماتوا اثناء التعذيب بالسجون، والمواطنين اللي عذبوا بمراكز التحقيق وطلعوا، واللي انقصت ايده واللي انقصت رجله واللي صار بيه مرض واللي صار بيه شيء نتيجه التعذيب اللي شافه بالمعتقل. من يطلع نور المالكي ويقول انه احنا افضل دولة حكمت العراق من عام 2003 الى اليوم في تاريخ العراق الحديث. زين وهاي البلاوي المسطرة هاي افضل شيء؟ يعني هل هو هاي الديمقراطية اللي وعدوا بها؟ هو هذا السؤال. حلقة اليوم انتهت مشاهدينا الكرام، اتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم. اشكر المتصلين واشكر اللي كتبوا رسائل على الواتساب. نلتقيكم على خير ان شاء الله بنفس الموعد، في امان الله.